ليك فكرتي أنا إنه نعمل هذا التصميم من هاد القماش، وهاد كمان عم فكر أعمل له تعديل هون. أنت وين شارد؟ ليش مانك معي؟ بشو عم تفكر؟ قول. عم فكر بابني. لا، ليش أنت في عندك ولد؟ والله تفاجأت بهالشي. نعم، فهمت عليكي. طيب، باي. أنا مضطر أطلع، وبعد ساعة برجع. أنت رح تكملي الشغل شي؟ ما بعرف، إذا تعبت رح روح على البيت. شوفه مرة تانية؟ لا، ما في لزوم. اصلا ما فهمت ليش انت ورجتيني الفيديو. لك كل شيء واضح فيه، رح يتزوج من فتون بس كرمال الشرط ويدمر حياته وحياتها. انت يلي عم يرنيم. ماشي، ممكن يكون هو فكر بهذا الشيء مع فتون بالاول، بس هلا هنن بيحبوا بعض كتير. واذا طلعت غلطان؟ لا، مو غلطان، وما حدا بيقدر يفرقهم عن بعض. والشي اللي بيربطهم قوي كتير ومتين، وكل حاجز بيطلع بطريقهم بيتكسر. بنصحك لا تكون واثق كتير، يمكن ابننا اياد تجي لحظة ويستسلم مثل ابوه. وبيقول كانت تمثيلية، وبدون ما يتطلع وراه بينساها وبيروح. منيح كتير انه ابننا ما بيشبه حدا فينا. أنا برأيي إنها كتير مستخف فيها لفتون، وهالبنت عن جد ما بتشبه البنات اللي أنت بتعرفهم. يعني بصراحة فتون ممكن تمسح فيك الأرض، ما هيك مروان؟ أكيد. معقول؟ بنت مثل فتون ما بتاخد معي أكتر ساعة واحدة تطبيق. إياد لو سمحت اصحى لحالك، أنت غلطان بالموضوع. صدقني إذا ما بتتراجع عنه، وقت رح تجبرني أبعت الفيديو لفتون.